يضل جسمنا هايدريتد بالصيفية بس تشوب الدنيا وتعلى الحرارة. أكيد مثل ما بتعرفوا مش لازم ننسى نشرب مي. فينا نخلي عنا بالبيت سموذيز كن نحن محضرينهم من الفواكه الطبيعية. خلينا نجرب قد ما فينا نتجنب المشروبات يلي فيها كتير سكر يلي بتعملنا ديهايدريشن، الكافيين، ما نشرب أكتر من 3 فنجين قهوة بالنهار، إذا كنا سهرانين وشربنا ألكول نشرب من بعدها كتير مي لنعود على خسارة المي يلي صارت بجسمنا. العالم يلي بتنسى تشرب مي فيها تخلي ريمايندر على تليفونها كل ساعة كرمال ضلها تتذكر، وكل واحد حسب شغله. إذا فينا نخلي قنينة مي قدام عيوننا مثلاً على البيرو هيك منضلنا نتذكر إنه نحنا لازم نشرب مي. شو أقولكن؟ صح إنه ناخد تشيت ميل نحنا وعم نعمل دايت؟ عطوني رأيكن على هيدا الهاشتاج.